اليوم أنا لا أعلم هذه السلطة شلون تفهم، شلون تقرأ، شلون تستوعب. يعني اليوم شعب يبي الإصلاح ويبي التنمية ويبي الرقي ويبي كل شيء حلو، كل شيء حلو لبلده، زين يعامل بهذه الطريقة ويزج برجل محترم جميل، يعني كله وطنية وكله رقي مثل العم جمال الساير، ويحول للسجن المركزي 21 يوم. شنو جريمته؟ لأنه يحب الكويت ويبي الكويت في أحسن صورها وأبهى حلتها.